بعدين ويندوز اوردر بيقول لك الاوردر هاز بين سكسسفلي بليست 10 دقايق والاوردر هيكون جاهز. ماشي دينا هوت دوج. عندنا بقى بيقول لك مكونات ونص الموضوع فرايد تشيكن فرايد فرايز تشيكن ماك اند تشيز. وعندنا هنا 3 انواع بيتزا تشيز لوفرز شوك الجبن. هنا وعندنا تشيكن رانش وعندنا بيبرون ونفسه بقى الموضوع الرانش وبيبرون.